مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. من خلال الاداء والارقام والتحليل بنتعرف على اداء البورصه المصريه والبورصات العربيه والخليجيه والعالميه بالاضافه لحركه الاقتصاد العالمي. فلأول مرة في تاريخه يخترق مؤشر البورصة المصرية مستوى 22000 نقطة ليسجل 22.73 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعوما بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 69 مليار جنيه ليصل إلى 1,504 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت بنحو 100 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 قفز بنحو 4.95% من قيمته، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.66% من قيمته. في منطقة الخليج العربي ارتفعت معظم أسواق الأسهم مع استمرار الجهود لتخفيف التوتر في المنطقة، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا حذرين إزاء الوضع. استقرت أسعار النفط وهي محفز للأسواق المالية في دول الخليج بعد أن تراجعت بأكثر من دولار أمس الاثنين قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط. المؤشر السعودي ارتفع ب1%. قاد المكاسب قفزة 4.3% لسهم شركة تأجير السيارات المعروفة بلومي، في حين صعد سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة ب2.7%. مؤشر أبو ظبي ارتفع ولكن ب8%، بينما تخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا ب2%. كما انخفض مؤشر قطر ب1%. في بورصة وول ستريت الأمريكية افتتحت المؤشرات الرئيسية على انخفاض بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، ما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، كما أن الصراع في الشرق الأوسط زاد من تثبيط المعنويات. المؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 34%، وتراجع المؤشر ستاندر اند بورز 500 بواقع 65% من قيمته، كما هبط المؤشر النزداك المجمع بنسبة 1.9%. ننتقل إلى أوروبا، حيث تراجعت الأسهم خلال التعاملات متأثرة بانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. المؤشر ستوكس الأوروبي هبط بنسبة 1%، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر، حيث تراجع ب6% متأثرا بانخفاض أسعار النحاس. انخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع بنسبة 0.5%. أما المؤشر فاينانشال تايمز في بريطانيا فقد ظل دون تغيير بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور المنتظمة في البلاد من أعلى مستوى قياسي سابق. أما في آسيا فقد تعافى المؤشر نيكي الياباني بعد الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة، مقتفيا أثر وول ستريت وسط تفاؤل المستثمرين بشأن بيانات الأرباح المرتقبة التي تغلبت على المخاوف المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. المؤشر نيكاي أغلق مرتفعا بنسبة 9%، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب8%. وانتعشت أسهم الشركات التكنولوجيا اليابانية بقوة بعدما شهدت عمليات بيع مكثفة في بداية الأسبوع. ننتقل إلى أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط قليلا بعد انخفاضها بأكثر من دولار أمس، وذلك وسط أمال بأن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات على فنزويلا واحدة من المنتجين للنفط، ومع تكثيف واشنطن لجهودها لمنع تصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت هبطت بخمسة سنتات إلى 89.60 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 86.43 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد ارتفع الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الحرب بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، مع صعود خام برنت ب7.5% في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير. جولة الأسواق نختتمها بسوق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية، بالإضافة إلى خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ب1.1% إلى 1916 دولارا 88 سنتا للأوقية. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب ب2.2% إلى 1930 دولارا. في البداية دعونا نعرف أكثر حول أداء البورصة المصرية اليوم، التي ارتفعت لواحدة من أكبر الارتفاعات في تاريخها. معي عبر الهاتف الأستاذ محمود سيد، عضو اتحاد الدولي للمحللين الفنيين. أستاذ محمود تحياتي وأهلا بك. تحية لحضرتك أستاذ حسام والسادة المشاهدين. يعني ماذا حدث اليوم في البورصة المصرية في رأيك؟ يعد اليوم يوم تاريخي في البورصة المصرية، حيث سجل المؤشر اي جي اكس 30 ارتفاع تاريخي بلغ 22000 نقطة فاصل 73، وهذا لم يحققه ابدا المؤشر في تاريخه. وربح المؤشر 69 وربح رأس المال السوق 69 مليار جنيه، ليضيف مكسب لم يحققه السوق المصري من قبل الى رأس المال السوق المصري الى تريليون و504 مليار جنيه. ويعتبر اليوم يوم تاريخي في البورصة المصرية في جميع المؤشرات، لم يحدث من قبل أن وصل المؤشر السوق المصري إلى هذه النقط قبل ذلك. طيب ممكن تشرح لي الأسباب يا أستاذ محمود، يعني هذا الارتفاع، خاصة أن المنطقة يعني مشتعلة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، مخاوف من أسعار النفط والطاقة، التدخل الأمريكي، يعني الأوضاع السياسية حولنا ليست جيدة. ما سبب هذا الارتفاع في رأيك؟ هو الارتفاع هو اولا اتى مدعوما من المؤسسات المصرية والمؤسسات العربية، بجانب ان رأس المال السوق المصري لو تم تقويمه بالدولار يعتبر منخفض. نعم. السوق بيعيد تقييم اصوله للشركات المصرية طبقا لاسعار العملة لاسعار الدولار. فلو بصينا بالنسبة للسوق على مقوما بمؤشر الدولار سنجد انه لم يصل الى قمته حتى الان. نعم. فهو السوق بيعيد تسعير نفسه، واصول الشركات بتعيد تقييم نفسها، لان الاسعار لو زي ما قلت لحضرتك لو قارناها بالدولار تعتبر ما زالت رخيصه، والاصول ما زالت رخيصه. نعم. هذا هو السبب الرئيسي لهذا. طيب. الصعود. استاذ محمود، في هذه الاوقات طبعا بتكون مغريه خاصه للمستثمرين الافراد، واحنا بنتكلم على المصريين اكتر، ودايما بيبقى المخاوف من المصري او من الافراد ان هم ما عندهمش محللين بيعتمدوا عليهم زي المؤسسات. المؤشر السبعيني ايضا مرتفع، وان كان بنسبه برضو ليست قليله، 1.5% في المؤشر السبعيني ليست قليله. يعني مقترحاتك او يعني ماذا تقول للمستثمرين الافراد في هذه الفتره تحديدا؟ هو المستثمرين الافراد بالفعل شهد اليوم بيع في بالنسبه للسوق عامه واتش اكس 70 خاصه، ولكن شراء المؤسسات المستمره للمؤسسات الاجنبيه والمصريه والعربيه يدل ان ما زال هناك مزيد من الارتفاع في جميع الشركات. وكما ذكرت لحضرتك اني لابد من تقييم الاصول لقيمتها العادله، فما زال امامنا مزيد من الارتفاع في اسعار الاسهم لان تصل الى القيم العادله. فبالنسبه للافراد لا ينسقوا الى ان احنا مثلا جني ارباح سريع، لان ما زال امام المؤشر بمنطقه ال 24000 نقطه ثم 30000 نقطه بالنسبه للاي جي اكس 30، وكذلك الاي جي اكس 70 3871 اليوم امامه مستهدف 4000 ثم 4500 نقطه. ما زال الى الان لم نصل الى التقييم العادل لاصول الشركات المصريه. نعم. طيب استاذ محمود، أسعار النفط بدأت تنخفض مرة أخرى، وإن كان ليس الانخفاض كبير، وأسعار الذهب ما زالت مرتفعة بسبب الأحداث، وهي ملاذ آمن كثيرا. أسعار الفائدة في مصر ما زالت يعني مرتفعة، ولكن تأثير ذلك كله على البورصة المصرية خلال هذه الفترة كيف تراه؟ هو بالنسبه كما ذكرت لحضرتك ان يعني من الاحداث كلها في المنطقه او التي تؤثر على اسعار الذهب او النفط،
السوق المصري اصلا يعني شبه منعزل عنها لان احنا اصولنا رخيصه، لابد من ارتفاع الاصول دي حتى ما تكونش فرصه سهله لاي مستثمر اجنبي يجي يسيطر على الاصول باسعار رخيصه، وخاصه في ظل يعني ارتفاع سعر الدولار في هذه الايام وتبادل سعر العمله. هي دي يعني هو ده المؤشر الان المحرك الاساسي للسوق المصري. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود سيد عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفعليين، شكرا جزيلا. ولمزيد من التحليل ايضا معي عبر الهاتف الاستاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال. استاذه حنان تحياتي واهلا بك. يعني تحليلك لهذا الارتفاع الكبير اليوم والتاريخي للسوق المصريه. طبعا في مؤسسات محليه ومؤسسات عربيه بتضخ سيوله قويه، وحجم التداولات المرتفعه النهارده اللي دعم اداء المؤشرات، كان في تباين في اداء الجلسه ولكن عرفت ان كافه المؤشرات بقت في المنطقه الخضراء، وحتى الارتفاعات هي ارتفاعات قياسيه وتاريخيه، يعني كنا بنستنى كل شهر نرتفع ب 1000 نقطه، احنا بنرتفع في الجلسه الواحده ب 1000 نقطه، طبعا مدعوم بنتائج اعمال قويه العديد من الشركات، في شركات بتعلن الفتره القادمه عن توزيعات ارباح سواء عينيه او نقديه، عن تقسيم للسهم عشان خاطر يتاح للملاءات الماليه الادنى، فده كله حاله من الزخم. لازم طبعا نهتم بالاستحواذات العربيه اللي متواجده في السوق المصري، دايما بتنظر الفرص الاستثماريه الواعده المتواجده، وهي فعلا متواجده في العديد من القطاعات وعلى راسهم قطاع الكيماويات ابتدى يعمل انشطه غير يعني معقوله في الفتره الحاليه. طبعا كل اللي بيحصل في البورصه على غير توقعات المتعاملين اللي هم دايما بيكتفوا كانوا بارباح راسماليه، يقول لك عشان احوال الزيو السياسيه في المنطقه، ولكن عقب كل انخفاض حاد لازم يكون ارتفاع حاد، ولكن هو ارتفاع غير متوقع بالمره. طيب استاذ حنان، دايما لما بيكون في ارتفاعات سريعه وقويه بهذا الشكل بننتظر بعدها انخفاض سريع وقوي ايضا بنفس الشكل. خليني اسالك على نصيحتك للمستثمرين الافراد، لان دايما تعرف انا بهتم بالمستثمرين الافراد لان ما عندهمش محللين، والبرنامج ده قايم بشكل كبير عشان نعطي النصيحه لكل اطراف السوق، بس المؤسسات دايما عندها محللينها الخاصين. يعني نصيحتك للمستثمرين الافراد في هذه الفتره مع الارتفاع الكبير اللي حققه المؤشر التلاتيني، ولكن المؤشر السبعيني مازال برضه ارتفاعاته متوسطه يعني. تمام. بالنسبه للافراد دايما اشتغلوا بفلوسكم، ما تستخدموش الرافعه الماليه، ما تستخدمش الهامش عشان ما يبقاش تحت ضغط انك انت تبيع اسهمك في اي وقت، لان بعد السوق برضو قلاب لازم نحط في اعتبارنا، ولازم يكون عندك في محفظتك على قدر الامكان اكتر من سهم في المؤشر 30، حتى لو حتى محفظتك صغيره يبقى فيها بنفس القيم عشان خاطر تضمن استقرار سهمك، وما تخافش من ارتفاعات الاسهم لسه عليها طفرات سعريه قويه جدا مدعومه باخبار اقتصاديه جيده تتعلق بمصر، وما تبصش لموضوع التصنيفات الائتمانيه لان كل الدول حوالين العالم بتاخد تصنيفات ائتمانيه في الفتره الحاليه منخفضه لان طبعا في ازمات اقتصاديه عالميه، حتى الولايات المتحده الامريكيه نفسها يعني. تمام. وخلي بالك من انك انت دايما يبقى عندك نوع من الاكتفاء، يعني انت لو شايف السهم جاب معاك فايده وفايده ترضيك وممكن ان هي تحقق لك مكسب مرضي خلاص، يحط كل واحد يحط لنفسه تارجت ويمشي عليه 10% او لو انت عارف او يحتفظ بقى بتقعدش بقى ايه تتعب نفسك. تمام. طيب خلينا ننتقل بيكي لاسواق المال الخليجيه، ويعني ما زال التذبذب قايم عليها. خلينا اسالك سؤال يمكن يكون يعني صعب شويه، هل المستثمرين العرب بدأوا يسيبوا أسواق العربية ويدخلوا في السوق المصري لجاذبيته الأكتر مع اختلال الأسواق العربية بسبب طبعا النفط والتقلبات، ولا هناك انفصال؟ لا، هم فعلا سابوا أسواقهم ودخلوا في السوق المصري ومركزين فيه تركيز قوي جدا، لأن فيه تفرات سعرية عالية جدا، وفي كمان نقاط تاريخية بتحصل للمؤشر والأسهم داخله، وهم يعني مستفيدين برضو بان في اختلاف في سعر الصرف. لا. طبعا عندهم في اسواقهم في استقرار في سعر الصرف لانه مربوط بالبترودولار، ما هو اللي بيؤدي الى انخفاض الاسواق عندهم او ان هي ترتفع اسعار النفط او اتجاهات الفدرالي فيما يعلنوا عن اسعار الفايده او ما يعلنوا عن الوظائف الامريكيه. طبعا كل هذه المحاور بتخلي عندهم الاسواق تتحرك في نطق عرضيه ضيقه للغايه، انما احنا عندنا في ستريتش او نوع من الاتساع في التحركات، وده طبعا اعمل لهم اتزان استثماري ومخليهم مركزين في السوق المصري، حتى ان انا في كل جلسه
بدل المتعاملين العرب والمؤسسات العربية متجهة للشراء مع المؤسسات المحلية. طيب خلينا أسألك سؤال سريع أيضا قبل ما يعني ما ننهي الكلام على البورصة المصرية، وعايز أسألك سؤال على موضوع العدوان الإسرائيلي، ولكن في البداية شايفة فكرة أن يكون هذا الارتفاع في السوق المصري بهذا الأرقام التاريخية، متى نرى الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، متى يكون جاذب لتنويع زي ما بنقول كده البضاعة اللي موجودة في السوق؟ هو لغاية دلوقتي الطروحات هتبقى الطروحات استراتيجية، لأن احنا عندنا مستهدف إن احنا يعني يتحصى إن يبقى عندنا حصيلة دولارية نوفي بيها بالتزاماتنا العاجلة، فمش هيبقى فيه طرح عام للجمهور لأنه بياخد فترة من الزمن، حتى إن في أعلنت وزارة التخطيط إن الفترة القادمة في طرح شركة من شركات الخدمة الوطنية، وهتكون برضو طرح استراتيجي وبيتنافس عليه ثلاث كيانات، كيان من داخل مصر وكيانين من داخل الإمارات، ويعني هنشوف البحث هترجح لأنهي كيان. إنما الطروحات العامة بالنسبة للمتعاملين عشان يدخلوا فيها ده هيبقى في الفترة الحالية غير متواجد، بس لما تبتدي الحالة تستقر نوعا ما، يبتدي سعر الصرف يستقر، يبتدي المتحصلات الدولارية تزيد، يبقى عندنا نوع من المراجعات فيها نوع من الأريحية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة على قدم وساق، هنشوف بعد كده الطروحات الحكومية العامة اللي هتبقى موجهة لجمهور المتعاملين في البورصة. وحتى تتبع هذه الطروحات أنا بنصح كل اللي معاه يعني قدرة نقدية ان هو يدخل يستثمر في البورصة زايدة عن حاجته، دي نقطة مهمة، زايدة عن حاجته. نعم طيب، لأن شايفة ان الفترة القادمة هي فترة يعني البورصة هتبقى ان شاء الله باذن الله هي الحصان، وزي ما قلنا في البدايه يشتغل بفلوسه وما يشتغلش، وتكون فلوس دي زايده عن حاجته مش محتاجها في وقت ضروري قريب جدا. العدوان الاسرائيلي على غزه في رايك اثر على اسواق المال، على الاقتصاد الاسرائيلي وعلى اسواق المال، ولا لم يكن له تاثير في رايك؟ لا، كان له تاثير قوي جدا، وتسبب في انخفاض المؤشرات في تل ابيب، وتسبب كمان في انخفاض قيمه الشيكل، ولكن اسرائيل عندها يعني احتياطي نقدي غير عادي، هو هيطلع 30 مليار دولار لدعم الشيكل. طبعا امريكا بتساند اسرائيل مسانده قويه جدا، فلازم هيكون التاثير هيبقى تاثير محدود، ثم يحاول ان هو يعني يعدل من مساره في الفتره القادمه. طبعا في دوله يعني هي صاحبه حرب المفروض بيبقى اقتصادها مهلهل، انما في الوقت اللي فيه ساند وداعم فده اللي بيحد من هذا المساندة الأمريكية فعلا هي مساندة اقتصادية قبل ما تكون مساندة عسكرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، وبشكر الأستاذ محمود سيد عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، كانوا معي لتحليل أداء البورصة المصرية التي ارتفعت اليوم ارتفاع تاريخي وعدت مستوى 22,000 نقطة لأول مرة في تاريخها. مشاهدينا الكرام، بهذا التحليل ننهي هذه الحلقة من مؤشر النيل، حلقة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء. نشكركم على حسن المتابعة، بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحياتي حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.